أصدقائي المشاهدين، ننطلق على الهدف الأول لجمهور الترجي التونسي. أي لوحة، أي إبداع، أي رسالة، أي جمهور، أي جمهور فنان هنا في استاد رادس الأولمبي في مباراة الكبيرين، في مباراة التاريخ، في مباراة فينال الشامبيونز ليج بين الترجي التونسي والنادي الأهلي. هذا دونك كان تعليق عصام الشوالي على أجمل وأحسن تيفو في أقوى دخلة أنا ريتها بصراحة في التاريخ، في حتى استاد في العالم ما ريت تيفو بالقوة هذه وبالجمالية هذه وبالتأثير سيرتو متاعه هذا. تيفو هذا خلى صدى كبير في العالم، عمل زلزال كريمون كيف نقوله المرة هذه، عمل زلزال، عمل زلزال. خلنا نسمع الصحفي المصري عمرو أديب شقال على التيفو هذا، وبعد باش نرجع نوري لكم ردود فعل partout dans le monde، partout dans le monde التيفو على التيفو هذايا. ووصل الأمر وأنه الرئيس متاع كولومبيا اللي ظهر وكان واحد من الرموز اللي موجودة في التيفو هبط في الموقع الرسمي متاعه تعليق على التيفو هذايا. أعطوا نوريه لكم زيادة بعد شوي، نسمع عمرو أديب دابور. شايف الصوت؟ بص شايف بس؟ بص الناس عاملة ايه؟ بص الحاجة، شايف؟ مين رسم الكلام ده؟ ايه الرسم؟ ايه الفن العظيم ده؟ ايه الجرافيتي المحترم ده؟ ايه الحاجة؟ ايه الفن؟ ازاي ده اترسم بالحجم الضخم ده؟ بالفن ده؟ بالتأثير ده؟ أنا أظن إنه الرسومات ديت هتنتقل للعالم كله، كل العالم، لأن أنا ما شفتش بصراحة لأي استاد على أي مناسبة، على أي مناسبة عرف يعمل هذا الانطباع المرعب. فنانين يا أولاد والله، وروح قومية عربية فلسطينية جميلة، حاجة تفرح. كما قال عمرو أديب دونك، عمري ما شفت حد عامل دخلة في الملعب كده زي الترك، هكا قال عمرو أديب. وفعلا بصراحة سي دو جامي فيو دخلة كي من هكا وتيفو كي من هكا. باش نوريلكم الرياكسيون تاع رئيس كولومبيا اللي في الموقع الرسمي هبت تدوينة باللغة الإسبانية، وهني باش نقرأها لكم ونترجمها لكم بالعربي. قال وقت اللي في بلاد ومنطقة بعيدة تلمو بعيدة على كولومبيا كما تونس، تفصلها على كولومبيا محيطات، ونلقاو جماهير متاع جمعية شعبية يهبطوا دراب ومساند الفلسطين، ومن بين الصور اللي هبتوها في الدراب وذايا صورة رئيس كولومبيا يحكي على روحه بالطبيعة. قال هذايا منجم يكون كان على خاطر الشيء والموقف اللي خذيناه هو موقف صحيح، موقف اللي خلينا نكونوا في جهة الحق وضد الظلم. هكا بالضبط تعلق الرئيس متاع كولومبيا على التيفو متاع الاسبيرانس وظهوره في التيفو متاع الاسبيرانس. داير ربما ثم عباد ما عرفتش الشخصيات اللي ظهرت في التيفو، ثم شخصيات رمزية واضحة للناس كل، لكن ثم شخصيات حقيقية ربما البعض ما فهموش شكونهم هما. باش نذكر البعض منهم والرمزية متاعهم. ثم طبيب انشيروجيا غسان أبو سنة، طبيب فلسطيني جراح من أبطال الحرب في غزة. ثم غوستافو بيترو الرئيس متاع بوليفيا. ثم المحامية متاع الأفريق دو سود اللي قدمت قضية باسم الدولة متاعها في محكمة العدل الدولية. ثم الصحفي صالح الجعفراوي بطبيعة رئيس كولومبيا كما كنت نحكي توا. وثم شخصيات اعتبارية كما الجمهور متاع نادي سلتك اللي فريمون كان من أوائل الجماهير اللي وقفت وساندت بشكل كبير ياسر القضية الفلسطينية من بكري ومش من توا. ثم زاد أبطال المقاومة اليمنية اللي وقفوا بشكل كبير مع إخواننا في فلسطين، إضافة بالطبيعة للأعلام متاع برشا دول اللي كانت مساندة قلبا وقالبا للقضية كما إسبانيا وتونس وليبيا وتزاير والأفريق دو سود
وبوليفيا وكولومبيا و دونك برشا 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 دول راهي مسانده قلبا وقالبا للقضيه. دونك نرجع لردود الفعل حول التيفو اللي عملوا الجمهور نتاع الاسبيرونس، والموقع الرسمي نتاع خليه احباء نادي سلتيك هبطوا تدوينه على التيفو هذايا، واظهروا انبهارهم بالدخل نتاع الاسبيرونس في الماتش نتاعها ضد الاهلي، هذه التدوينه بالطبيعه نتاعهم، اضافه بالطبيعه المواقع عالميه كيما انستانت فوت اللي كتبوا انه لانكرويابل تيفو دو سوتيان فلسطين بار لي سيبورتور دو لاسبيرونس سبورتيف دي تونس لور دو لور فينال تاع الشامبيونز ليغ افريكان، وحطوا العناوين الكبرى نتاع التيفو هذايا سوي دو بون كوتي دو ليستوار ميد ان غازا. ثم زاد الموقع نتاع اولتراس وورلد علق على التيفو نتاع الاسبيرونس هو انه انكريديبل كوريغرافي دو لاسبيرونس، لدرجة أنه مش كان في توا في الأفريق ولا في دول المنطقة وإلا العباد اللي ذكروا في التيفو وهم اللي علقوا على المسألة في أندونيسيا. في أندونيسيا المواقع في أندونيسيا هبطت وحكيت على التيفو ذات تل موراه كان مبهر، هبطوا تصويرة الاسبيرانس وجزء من التيفو وحكوا وأظهروا انبهارهم بالتيفو هذايا. تبع غير المواقع الرياضية العالمية كما سنتر جولز اللي كتب an incredible tifo made by the supporters of Esperance Sportive Tunis supporter. دونك شفتوا معناتها لقطة كيما هكايا، تيفو كيما هكايا، الصدى اللي خلاه من نجم يكون كان أقوى وأحسن سند للقضية. تيفو كيما هكايا الصدى نتاعو أقوى من برشا برامج إعلامية وبرشا حديث وبرشا كلام فارغ، فريمون صورة تغني على كل تعليق. بالطبيعة هذا إضافة للرقي نتاع الجمهور نتاع الاسبيرونس اللي ظهروا به مبارح، فريمون معناتها عطاو صورة مبهرة على المشجع الصحيح نتاع الكرة، لدرجة كما قلت وأنه حتى في مصر الجماعة الإعلاميين في مصر تبهروا فريمون تبهروا بالرقي نتاع جمهور التراجي وبالتيفو اللي تعمل والدخله اللي تعملت. باش نوريكم دونك توا البعض من ردود فعل الاعلاميين في مصر كما كريم رمزي اللي تغنى بدخله جماهير التراجي وقال وانه جمهور التراجي فريمون هو من افضل الجماهير في الوطن العربي. نسمعوا مع بعض. بعد شويه هيكون معانا تصريحات المدير الفني مارسيل كولر بعد المباراه، وايضا تصريحات المدير الفني للترجي التونسي، بس يخلصوا المؤتمر الصحفي اللي هو شغال في الوقت الحالي. عايز بس اشيد بشيء مهم جدا. عاده جماهير الترجي هي واحده من افضل الجماهير في القاره الافريقيه والوطن العربي بصراحه، بغض النظر عن اي شيء، يعني بغض النظر يعني عن هتافاتهم لفريقهم او مساندتهم لفريقهم، انا لا اتحدث عن هذا الامر، ولكن دورهم الرائع جدا وادائهم الرائع جدا في المباريات. النهارده جماهير الترجي فاجئتنا بصوره عظيمه، صوره رائعه في المدرجات النهارده وهي تساند اهالينا في غزه. الصور هتبقى امام حضراتكم حالا، هاتوا لنا شباب الصور. بصوا الصور جميله ازاي. بصوا بقى كمل صنع في غزة، ده كان شعار جماهير الترجي النهاردة رفعت بيه الدخلات والصور الأيقونية من اللي بيحصل في غزة. ربنا يا رب ينجي أهالينا في غزة وإن شاء الله يعديهم بسلام. برافو جماهير الترجي، يستحقوا كل التحية، صورة عظيمة جدا ودخلة عبقرية جدا، ويا سلام لما تبقى الرياضة كده، ويا سلام لما تبقى كرة القدم كده، ويا سلام لما يبقى الجمهور واعي وفاهم وعارف دوره مع فرقته، دوره الوطني. المنظر كان والصوره كانت رائعه جدا، شكرا من القلب لجماهير الترجي الجماهير التونسيه الرائعه جدا على الصوره اللي فرحونا بيها النهارده وخلونا يعني مبسوطين، شكرا ليكم. قبل المباراه وقبل اي شيء يعني ادونا الصوره الرائعه ديت، بشكرهم شكرا جزيلا، واكيد بصوتي وصوت كل الوطن العربي وكل الشعوب العربيه شكرا جزيلا. احمد سمير اعلامي اخر في مصر وجه تحية للجمهور وإدارة الترجي الرياضي، أولا حسن استضافة فريق النادي الأهلي وحسن التعامل مع سواء جمهور الأهلي في تونس
وحتى اللاعبين على الميدان دونك تعاملوا مع لاعبي النادي الاهلي بشكل راقي، وحتى لدرجه انه في اخر الماتش حيوهم، وحتى اللاعبين نتاع النادي الاهلي مشاو للجمهور يحيوا في الجمهور اساسا بسبب التيفو والدخله الكبيره اللي عملها جمهور كراشي. نسمعوا احمد سمير ايش قال. موجه له تحيه الحيه، تحيه على تشجيعه الراقي، تحيه على دخله المباراه، دخله المباراه شابوه، بتقول انه جمهور عظيم، جمهور فاهم، جمهور عنده وعي كبير جدا 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 بانه في حاجات في اوقات كثيره جدا ممكن تبقى حتى اهم من كره القدم. جمهور حتى بعد انتهاء المباراة قرر انه يوجه التحية لعيبة النادي الاهلي في ارض الملعب، فكل الشكر والتقدير الحقيقة للاشقاء في تونس، جماهير نادي الترجي المحترمة اللي ادت صورة الحقيقة لازم ان احنا نشيد بيها ونتمنى ان احنا نشوفها في كل ملاعبنا العربية. دونك مرة اخرى الترجي تثبت انها مدرسة في الاخلاق ومدرسة في الرياضة. الى اللقاء.